بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ماذا أخذنا في الدرس الماضي؟ نعم، بداية أخذنا أهمية دراسة علم الأسماء والصفات. أهمية دراسة هذا الباب، باب الأسماء والصفات. ذكرنا لأنه حياة في القلوب. لا يتم التوحيد إلا بإفراد الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة، ومنه توحيد الربوبية، الأسماء والصفات، حياة القلوب. حياة القلوب وأعظم العلوم، أشرف العلوم، أشرف العلوم، وأن الله عز وجل أمرنا بها، أمرنا الله سبحانه وتعالى بدعائه حتى كي نتعلمه كي لا ننزل في المزاقات التي وقعت بها الفرق الضالة مثل الجهمية والمعتزلة وغيره. بعدين أخذنا لماذا ندرس العقل الوسطية. لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، سبب دخول الجنة. نعم. طيب، فتح رأيه غير هذا مما أخذنا قبل الدراسة. نعم، حينما شرعنا أخذنا لذة عن تعريفية عن شيخ الإسلام ابن تيمية. أخذنا شيء من حياة الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ذكرنا أن أهل السنة والجماعة لا يركزوا على تراجم العلماء، أرادوا أن يعلقوا الخلق بالخالق وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، الميزان الذي يوزن ما عليه الناس، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نعم، طيب غير هذا، أهمية هذا المتن، أهمية هذا المتن لأسباب، أسباب الدراسة. أولا وصية العلماء، نصيحة العلماء، كثرة الشروحات عليه، والإرشاد إلى حفظه وغيره. هذا المتن فيه مشبه معتقد أهل السنة والجماعة في أمور شتى. نعم، حسن التبويب، من أسهل كتب شيخ الإسلام، توسط فيه شيخ الإسلام رحمه الله. مجلس غيره. نعم، فهرست العقيدة، فهرست هذا المتن. نقول القسم الأول مقدمة، وهذا قد تمت ولله الحمد. القسم الثاني أدلة من الكتاب، من القرآن. طيب، ثم الأدلة من السنة، مجمل أهل معتقد أهل السنة والجماعة في أمور شتى، طريقة العملية، طريقة أهل السنة والجماعة العملية، ثم ختم بالخاتمة فتح الله عليك وغيره. نعم، أخذنا موضوع التحريف والتعطيل، وأخذنا أيضا التكييف والموضوع التمثيل أيضا. أنه التحريف سبب التسمية بالعقيدة الواسطية. لماذا سميت العقيدة الواسطية بهذا الاسم؟ أولا أنه أحد قضاة واسط طلب من شيخ الإسلام أن يكتب له رسالة يبين له فيها مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة، لأنه كتبها في وسط اليوم، في وسط بعد الصلاة الوسطى، بعد الصلاة عند الشيخ، في وسط العمر، في وسط عمر شيخ الإسلام، توسط فيها وذكر فيها وسطية أهل السنة في أمور شتى وفي أمور خمسة. من أسهل كتب شيخ الإسلام، يعني كأنها متوسطة في كتب شيخ الإسلام، فتح الله عليك. طيب، بدأ بالبسملة، سبب البدء بالبسملة. نعم، أو الاقتداء بالقرآن والسنة، اقتداء بالكتاب العزيز واقتداء بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، اقتداء بعلماء السلف، والبركة تبرك، تأمنا تبرك أبدا بسم الله، لأن كل شيء يذكر على اسم الله تحل في البركة، استئناسا بحديث كلاس. نعم، مجلس. الحمد، ما معنى الحمد؟ تعريف الحمد. نعم، الحمد لله انه جعلهم في مكانه انه احمد العلماء رحمه الله تعالى، يحمدون الله في اول المؤلفات، لان الله سبحانه وتعالى انزلهم هذه المنزله، منزله ورثه الانبياء. الحمد، تعريف الحمد هو ذكر المحمود بجميل الصفات على وجه المحبه والتعظيم للثناء. الحمد غير الثناء، لكن الحمد إذا تكرر أصبح ثناء. ما الدليل؟ الدليل قول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي،
وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبد. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. أي رسول؟ جميع الأنبياء والرسل أرسلهم الله سبحانه وتعالى هداية للخلق وتحت هلا والشر، وجاءوا معهم هدى ودين الحق. الدين قلنا يطلق على الجزاء ويطلق على العمل. الحق ضد الباطل، ودين الحق ليظهره. ويظهر من؟ يظهر الدين ويظهر النبي عليه الصلاة والسلام. وكفى بالله شهيدا، قلنا أن الله سبحانه وتعالى شهد على صدق هذا النبي عليه الصلاة والسلام. قيل نعم شهادة قولية وشهادة فعلية، يظهر على الدين كله كفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله. طيب غير هذا ماذا أخذنا؟ ماذا؟ نعم قلنا أخذنا البركة من التحريف، أخذنا التحريف على الانحراف بما يجب فيها التغيير. والتحريف إما تحريف في اللفظ أو المعنى، أو تحريف في المعنى. تحريف في اللفظ أقل من جاهل في المعنى. طيب ذكرنا من غير تحريف، لماذا قال من غير تحريف ولم يقل من غير تأويل؟ لأنه في ود أنه هذا الذي جاء في القرآن، في القرآن، وهذا أقرب للعدل وفي التنفير من هذا الأمر. والتأويل ليس كله مذموم، ما دل عليه دليل فهو صحيح مقبول، وما لم يدل عليه دليل فهو فاسد مذموم. من غير تحريف ولا تعطيل تخلى وتضحي، تعطيل كلي كتعطيل الجهمية أو جزئي كتعطيل الأشاعرة. من غير تحريف ولا تعطيل غير تكييف. التكييف قلنا سواء باللسان أو بالقلب أو بالجوارح، وكل ما خطر ببالك فالله سبحانه وتعالى أعظم من ذلك، ولا يمكن أن ندرك الكيفية، لأننا لم نرى الله ولم يخبرنا الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام وليس المثيل. وسعنا بكيف التمثيل أن تأتي بمثيل. نعم ولماذا قال من غير تمثيل ولم يقل من غير تشبيه؟ لأن هذا الذي جاء في القرآن، وأنه ما من شيء في الوجود إلا بينهما قدر اشتباه فيه حتى وكان في الاسم. أن بعض الناس يجعل إثبات ما أثبت الله لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها، ولذلك يرمون أهل السنة بالمشبهة والمجسمة والشكاكة والنواصب والنوابت وغثاء وغيره. نعم أخذنا طرق الهداية والدلالة. عناصر الدلالة والإفهام، ما الفائدة منها؟ أن هذه العناصر الدلالة والإفهام إذا اجتمعت في الكلام وجب أن يقبل. وبهذه أي بعناصر الدلالة والإفهام نستطيع بإذن الله أن نرد على الشبه التي يأتي بها أهل الباطل، لأنهم يريدوا أن نرجع المتهوكين والحيارة والمجوس وغيره. نقول هل أنتم أعلم أم الله؟ علم أصدق أم الله؟ صدق بيان فصاحة إرادة الهداية أمور أربع فتح الله عليك. غير هذا أخذنا أن معنى صفات الله مفهومة لكن الكيفية مجهولة. أن كل ما في الكتاب والسنة يمكن الوصول إلى معنى، ومنه معاني الأسماء والصفات. ما الدليل؟ الدليل أن كل ما في الكتاب والسنة يمكن الوصول إلى معنى أن الله سبحانه وتعالى قال ليتدبر آياته ولم يستثني شيء. الثاني أن يقول عرضت المصحف على ابن عباس 3 مرات أوقفه عند كل آية ما استثنى شيء. الثالث تقدم معنا طريقة السلف في حفظ القرآن لما تجاوزوا 10 آيات حتى يعرفوا معناه، وما قالوا إلا آيات الأسماء والصفات. نعم فتح الله عليك. أن الصفات المنفية لابد في الصفات المنفية من أمرين: نفي عن الله كما نفى عن نفسه كما نفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني إثبات كمال الضد، لأن نفي المحض ليس بكمال، لا تأخذ سنة ولا نوم. نفى الله سبحانه وتعالى نفسه السنة والنوم لكمال حياته وقيوميته. نفى الله سبحانه وتعالى نفسه الظلم وما ربك بظلام للعبيد لكمال عدله وقدرته وقوته وعزته سبحانه وتعالى. وهذا سيأتي معنا بإذن الله تعالى. غير هذا نعم عقيدة أهل السنة والجماعة فرق الناجي في الإيمان. نعم ذكر مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة، ثم مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في باب هذا باب أسماء الصفات.
ذكرنا أن رسله صادقون ومصدوقون أو مصدقون. نعم، يعني إما أن الله سبحانه وتعالى صدقهم أو يجب على أقوامهم أن يصدقوهم، ويصح الجمع بين القولين. نعم، غير هذا فأنا غير ما دخلنا. نعم، ذكرت شيخ أن ركنية التوحيد. نعم، وقد جمع فيما سمى وصف بين نفسه بين النفي والإثبات، وأن هذه حقيقة التوحيد، الجمع بين النفي والإثبات، لأنه ما يمكن يكون توحيد إلا بها. نعم، حقيقة التوحيد ركنان هما نفي وإثبات لكلمة الإخلاصي، ركنان هما نفي وإثبات فاحفظنهما. الله أعلم. طيب، غير هذا. نعم، سؤال كيفية إثبات الركعان بتعليم لا نسأل الصحابة رضي الله عنهم؟ لا نسأل عن أشياء لم نسأل عنها الصحابة رضي الله عليهم. أحرص عليه من أدخل إلا منا ومسؤوله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. أنصح الخلق للخلق وعلم الخلق بالله. نعم، اقرأ. بلغنا الشيخ، اقرأ. وقد دخل في هذه الجملة وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه. لا أسمعك أحد تقرأ هكذا. قال المصنف بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله وقد دخل في هذه الجملة بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وقد دخل في هذه الجملة جملة ما وصف الله سبحانه وتعالى به نفسه، وأراد أن يبدأ بالقرآن. لا، قدم القرآن، وسيأتي بإذن الله تعالى منزلة القرآن ومنزلة السنة. طيب، نعم. ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص. تسمى السورة بهذا الاسم، سميت السورة بسورة لأنها مسورة بسورة. تعرف السور؟ نعم، هذا الأخ لديه أرض، فماذا يصنع؟ يضع عليها سور. لماذا؟ حتى يحافظ عليها، ما أحد يستطيع يتعدى عليه. فهذه السورة مسورة بسورة، لا يخرج منها شيء ولا يدخل فيها شيء. هذا والله أعلم سبب التسمية بالسورة. سورة الإخلاص، ما السبب لتسمية هذه السورة بسورة الإخلاص؟ الله أعلم، لأنها تخلص صاحبها من النار، من الشرك. ورد في بعض الأحاديث أنه إذا وسوس الشيطان إلى أحدكم كذا، ماذا يصنع؟ يقرأ سورة الإخلاص تخلص من الشرك. ثم أنها أخلصت في وصف الله. القرآن، آيات القرآن، القرآن فيه إما توحيد أو قصص أو أحكام. هذه السورة ليس فيها إلا توحيد، إذن أخلصت في وصف الله. تعال هنا، تعال أغلق هذا. أخلصت في وصف الله وتخلص قارئها من الشرك بإذن الله. التوحيد لا تخلو منه آية. هذه السورة ليس فيها فقط إلا التوحيد، توحيد أسماء وصفات وتوحيد الربوبية. نعم، هذه السورة تقرأ متى؟ في الصلوات. في أي صلاة تقرأ؟ من يعرف؟ من يعرف أخواننا سورة الإخلاص متى تقرأ؟ نعم، في ركعتي الفجر وركعتي المغرب. نعم، سورة المغرب، وفي ركعتي الطواف، وفي الوتر. سوف أتينا. قل يا الكافر، لأنه قل يا الكافر فيها توحيد الألوهية، وسورة الإخلاص فيها الربوبية وأسماء الصفات. كأنك تبدأ اليوم بإفراد الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة، وتختم كذلك. نعم، وتوتر كذلك، وتطوف عندما تطوف بالبيت كذلك. صح، نعم. طيب، سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن. القرآن بهذا الاعتبار انقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد لا تخلو منه آية، قصص، أحكام. تعدل ثلث القرآن في ماذا؟ في الجزاء لا في الإجزاء. في الجزاء لا في الإجزاء. مثال:
ذهب إلى العمرة، وأول ما قدم إلى السعودية ذهب إلى المدينة، تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء وصلى في ركعتين. قال له هذا الحمد لله، هذا يجزي عن عمره، ارجع إلى بلدك. يصح؟ طيب أحرم بالعمرة في رمضان، فقال له هذا الحمد لله، أجزأت هذه العمرة عن حجة الإسلام، بل كأنما حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وسقطت عنك حجة الإسلام. يصح؟ إذن هذه على ماذا قلنا؟ في الجزاء لا في الإجزاء، تعدل ثلث القرآن في الجزاء لا في الإجزاء. لأنه لو قرأ الآن في الصلاة سورة الفاتحة 3 مرات، سورة الإخلاص 3 مرات، ولم يقرأ الفاتحة الصلاة وباطل. مفهوم؟ نعم. إذن تعدل ثلث القرآن في الجزاء لا في الإجزاء. كان فيها اسم من أسماء الله، سبحان الله، ما تقرأ هذه السورة؟ كم فيها اسم من أسماء الله؟ أنت يا أخي قول. نعم؟ اقرأ السورة، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله. قل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وكل من يصح توجيه الخطاب إليه. قل هو الله، هذا الاسم الأول. الله هو المألوه أي المعبود محبة وتعظيما. قيل أن الله اسم الله الأعظم، لم يسمى أحد بهذا الاسم، مرجع لكل الأسماء إلا في النادر. هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، صحيح؟ مرجع لكل الأسماء. الخامس، الألف واللام في الله ما تحذف. شوف، يا حي يا قيوم، نحذف الألف واللام، لكن تقول يا الله، كم أمر؟ بسم الله، قل هو الله واحد. لا، الأمور الخمسة. الأول الإله أي المألوه المعبود محبة وتعظيم، مشتق. الثاني اسم الله العظيم، اسم الله العظيم، مرجع لكل الأسماء. اسم الله فاثنى لا يحق لنا الألف واللام. لا تحذف الألف واللام عند النداء، تقول يا الله وتقول يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم. الخامس لم يسمى أحد بهذا الاسم، ولذلك قلنا اسم الله مختصة، منها الله والرحمن ورب العالمين. قل هو الله أحد، واحد في ربوبيته، واحد في الألوهيته، واحد في أسماء وصفاته. قل هو الله أحد، الله الصمد. الصمد الذي تصمد إليه الخلاق في حوائجه، لا يمكن أن تصمد الغير ولا كان شركك. الذي هو مستغني عن كل شيء وكل شيء مفتقر إليه. نعم. الثالث الصمد الذي لا جوف له. مفهوم؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد، صفة منفية. لماذا لم يلد ولم يولد؟ لكمال غناه وأحديته وصمديته. لأنه دائما في الغالب الأب يحتاج إلى الولد، والله مستغني عن الوالد وعن الولد وعن الزوج. نعم، لم يلد ولم يولد ولم يكن له مكافئ وند وشبيه ونظيم لكمال أحديته وصمديته. قلنا لابد من نفي مع إثبات كمال الظلم. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. طيب، إذن الله والأحد والصمد، مفهوم؟ طيب، أجلس فتح الله عليك. وما وصف به نفسه ناسب أن المؤلف يبدأ بسورة كاملة ليس فيها إلا الأسماء والصفات، ليس فيها أحكام أو قصص. سورة إخلاص، وثنى بآية الكرسي، أعظم آية في كتاب الله. القرآن يتعاظم، نعم، باعتبار المعنى، لكن القائل واحد سبحانه وتعالى. فبعض الآيات تؤثر فيك أكثر مما يؤثر البعض الآخر.
ما الدليل أن هذه السورة أعظم آية في كتاب الله؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب رضي الله عنه: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال أبي رضي الله عنه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. طيب، أعظم آية في كتاب الله، ما السبب؟ السبب لأنها فيها إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى. ومن فضائل هذه الآية أن من قرأ في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يصبح يمسه أقرب الشيطان حتى يصبح. الدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أبي هريرة رضي الله عنه وضع النبي صلى الله عليه وسلم يحرس الصدقة، فجاء الشيطان في الليلة الأولى وأمسك، فشكى الفقر والعيال والحاجة افترق. في الليلة الثانية أتى وشكى افترق. في الليلة الثالثة أمسك، قال: لا أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: دعني أعلمك كلمات إذا قلتها لم يقربك الشيطان حتى تصبح. هذا فيه حرص الصحابة رضوان الله عليهم على الخير وعلى العلم. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب. يعني ما تصدق الشيطان أبدا، كذوب. ولذلك قلنا في العراف والمنجم والكاهن والرمان أن يصدق هؤلاء كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فكيف اليوم يأتي إنسان ممسوس وكذا ويتكلم على لسان مريض ونصدق؟ كيف؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صدقك وهو كذب. طيب، كم فيها من الأسماء؟ من يعرف؟ كم اسم في آية الكرسي؟ نعم، نعم، تقرأ: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله والحي والقيوم والعلي والعظيم، خمسة، واحد الله. الله خمس أشياء. ثاني الله لا إله إلا هو الحي، الحي ذو الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا الحق فناء، صح؟ نعم. القيوم الذي قام بنفسه وقام غيره به، فهو مستغني عن كل شيء وكل شيء مفتقر إليه. الحي كمال ذاتي، والقيوم كمال سلطاني. وإذا انضم الحي مع القيوم كان حسن على حسن. مرة أخرى، الحسن في أسماء الله باعتبار كل اسم على حدة، وباعتبار الاسم إذا قلت إليه غيره كان حسن على حسن، مفهوم؟ الحي كمال ذاتي، والقيوم كمال سلطاني. ولو انضم الحي مع القيوم حسن على حسن. وقيل أن الحي مع القيوم اسم الله الأعظم. كم مرة جاء الحي مع القيوم في القرآن؟ ما عاد كلام. هذه المرة الأولى فتح الله عليه. المرة الثانية في آل عمران: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الثالثة: وعلت البجول الحي القيوم. أين؟ في سورة طه. كم مرة؟ ثلاث مرات. طيب، إذن فيها من أسماء الله خمس أسماء: الله والتقدم هم الخمسة، الحي ذو الحياة الكاملة التي لم تسبق عدم ولا الحق فناء كمال ذاتي، القيوم قام بنفسه مستغني عن كل شيء وكل شيء مفتقر إليه، كمال سلطاني. انضم الحي مع القيوم حسنا على حسن. لا تقول حسن جديد، انتبه. طيب، العلي العظيم. العلي علو في الذات علو في الصفات، علو في الذات علو في الصفات. أدلة العلو في الذات إجمالا خمسة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. خمسة أدلة العلو في الذات إجمالا خمسة: كتاب، سيأتي معي تنوع أدلة الكتاب في إثبات العلو،
جار بذكر العلو الفوقية وصعود الأشياء ونزولها منه، صح؟ نعم. والاستواء. السنة وردت بأنواعها الثلاثة، قولية وفعلية وتقريرية، بل السنة المتواترة في إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. العقل يستحيل العقل أن يثبت للخالق إلا كل صفة كمال ينزل الله سبحانه وتعالى كل صفة نقص عيب. فالعقل يثبت لله العلو لله سبحانه وتعالى. الرابع الإجماع، أجمعت الأمة على إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. كان يتكلم الأستاذ بكلام يريد أن ينفي صفة العلو، وهذا الطالب أبو العلاء الهمداني، كان هذا الهمداني يسمع للكلام، فقال يا أستاذ أخبرنا أستاذ عما نجد. ما دعا عارف قط، ما دعا عارف قط، إنسان يعرف الله، ما دعا عارف قط إلا وجد من نفسه ضرورة إلى طلب العلو، يقول يا رب. الآن الغني تقول له أعطيني مما أعطاك الله، يقول الله يعطيك، ولو تسأل أين الله ممكن يقول في كل مكان، هو الآن قال الله يعطيك، صح؟ وعندما يدعو يقول يا رب يرفع يديه إلى السماء. علوم في الذات وعلوم في الصفات. العظيم ذو العظمة التي ليس فوقها عظم. نعم اقرأ. الله لا إله، خذنا لا إله نفي وإثبات. نعم الله لا إله إلا هو الحي ذو الحال كامل التي لم تسبق بعدم ولا حق فناء، وحياة لخجات عظمته لا تماثل حياة المخلوق. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قيل أن اسم الله الأعظم الحي مع القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه السنة، السنة مقدمة النوم، نعاس، والنوم نوم. في بعض الأشياء أحسن ما قيل في تعريفها أن تأتي بأخذها. لو سألك إنسان إيش الحب، عرف لي الحب أو الغضب، تقول الحب حب. ما أستطيع أن أفسر لك الحب أكثر من أن أقول لك حب. والغضب غضب، والنوم نوم. هذا مريح لطالب العلم، مفهوم يا أخي؟ نعم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا نوم ولا مقدمة النوم. نفى الله سبحانه وتعالى نفس السنة والنوم، لماذا؟ لا بد من كمال الضد، لكمال حياته وقيوميته. وهذا في نقص ملوك الدنيا وفي كمال ملك الله سبحانه وتعالى. لا تأخذ السنة ولا له. الأصل ما في السماوات ما في الأرض لله. لماذا قدم؟ قدم على الحصر، يدل على تقديم ما من حق التأخير، يدل على الحصر. تقديم المعمول على العامل يدل على الحصر. تقول لله ما في السماوات وما في الأرض، هذا يدل على ماذا؟ الحصر لله لا لغير، ولله الأسماء الحسنى يدل على الحصر، له لا لغير، مفهوم؟ نعم. إذا تقديم ما من حق التأخير يدل على الحصر، تقديم المعمول على العامل يدل على الحصر، له لا لغير. نعم أقرأ. له ما في السماوات، يعني كل ما في السماوات وما في الأرض، عموم ملك الله سبحانه وتعالى. نعم. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ هنا يذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى إثبات العندية، يعني إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. وسيأتي معنا أن لفظة مكان هذه لا نثبتها ولا ننفيها، لكن نسعى عن المعنى. ماذا أرادوا بإثبات المكان لله؟ إذا أرادوا العلو نقول نعم حق، وإذا أرادوا إثبات المكان يعني المخلوقات تحط بالخالق فهذا باطل. إثبات العندية إثبات العلو لله سبحانه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ أخذنا الشفاعة حق لله، تعريف الشفاعة والشفاعة المثبتة وشروط الشفاعة ثلاثة، منها الإذن، وهذا دليل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، والله سبحانه وتعالى أذن لهذه الأصنام أن تشفع.
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ هذا فيه كمال ملك الله سبحانه وتعالى. كذلك لأن ملوك الدنيا يأتي كل أحد يشفع لمن يريد هذا الحاكم لا أن يشفع ولمن لا يريد، لكن الله سبحانه وتعالى قلنا إذن ورضى عن الشافع ورضى عن المشفوع له. نعم، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم الحاضر والمستقبل وما خلفهم الماضي، علم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه، يعني من علمه مما استأثر الله سبحانه وتعالى به في علم الغيب عنده، سواء كان من كيفية الصفات أو ما عد الله سبحانه وتعالى متقي في الجنة مثلا. نعم، إلا بما شاء إلا بما علمنا الله سبحانه وتعالى. عظم المخلوق يدل على عظم الخالق. الكرسي موضع القدمين، وسع كرسي، وهذا سبب تسمية هذه الآية بآية الكرسي لأن فيها ذكر الكرسي. السماوات والأرض ولا يؤوده، هذه صفة منفية، صفة منفية عن الله سبحانه وتعالى. لابد في الصفة المنفية نفي عن الله كما نفى عن نفسه وكما نفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أثبات كمال الضد. لا يؤوده يعني لا يثقله لكمال قدرته وقوته وعزته سبحانه، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي، علو في الذات وعلو في الصفة. نعم، فتح الله عليك. قال وقوله لا يقرأ الآية. نعم، أنا أذكر الإشغال المؤلف. نعم، ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. نعم، وقوله هو الآن بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بإيراد بقية الأدلة ولكن رتب. نعم، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. هذه الأسماء، أحسن من يفسر هذه الأسماء النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنت الأول فليس قبلك شيء، والآخر فليس بعدك شيء، إحاطة زمانية، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، والباطن فليس دونك شيء، إحاطة مكانية. الأول والآخر والظاهر والباطن بعد هذا. وقوله وتوكل على الحي الذي لا يموت. لماذا وتوكل على الحي الذي لا يموت ولم تكن الآية مثلا وتوكل على العزيز الرحيم؟ لا سلام ما فعلهم يسوي. نعم صحيح، وتوكل أخذنا التوكل صدق الاعتماد على الله مع الثقة به والأخذ بالأسباب، وتوكل على الحي هذا فيه بطلان التوكل على غير الله، لأنه كل الخلق يموت والله سبحانه وتعالى هو الحي. وتوكل على الحي ذو الحي الكامل، وتوكل على الحي الذي لا يموت، وما عدا الله مخلوق، المخلوق يموت. مفهوم؟ إذن كانت الآية وتوكل على الحي الذي لا يموت لبيان العلة في أنه لا يتوكل إلا على الله، لأن هذه المخلوقات تموت. وأخذنا التوكل وأنواع التوكل فيما تقدم في كتاب التوحيد ولله الحمد. نعم، وقوله وهو العليم الحكيم. وهو العليم بالظواهر والبواطن، والحكيم من الحكمة ومن الحكم، حكيم حكمة وحكم. أخذنا فيما تقدم أن القضاء والحكم والإرادة قسم إلى شرعي وكوني. أي هذا اللي بجانبك؟ أي سلام عليكم. حكيم حكم وحكمة،
كل ما يقدر الله سبحانه وتعالى في هذا الكون، سواء كان قضاء شرعي أو كوني، لابد أن يكون لحكمة أرادها الله. نعم، وذكرنا الحكمة المضطردة التي ذكرتها أم المؤمنين عائشة في رضي الله عنها في كل حكم من أحكام الشريعة. إذن الحكيم حكمة، حكمة شرعية وحكمة كونية، وكذلك حكم شرعي وحكم كوني. نعم. وقوله وهو الحكيم الخبير. الحكيم حكم وحكمة، والخبير بالبواطن، وإذا كان يعلم البواطن باب الأولى يعلم الظواهر. نعم. وقوله يعلم ما يلد في الأرض. يعلم، هذه الآيات أراد بها المؤلف عموم علم الله سبحانه وتعالى. ومفاتح الغيب خمسة جمعت في قوله تعالى من يعلم يرفع إصبعه. نعم. إن الله عنده علم الساعة، هذا مفتاح الدار الآخرة. ينزل الغيث ولم يقل المطر. اصبر يا أخي، هذا مفتاح حياة الأرض. لماذا قال وينزل الغيث ولم يقل المطر؟ لأن المطر في الغالب عذاب. قالوا هذا عارض ممطرة التي أمطرت مطر السوء. ليست السنة لا تمطر، ولكن السنة أن تمطر ولا تنبت الأرض شيئا. وينزل الغيث، ما معنى هذا؟ يعني ينزل ثم يحصل بهذا حياة للأرض، مفتاح حياة الأرض. ونزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، مفتاح الأجنة من النساء فقط، لا كل رحم، سواء كانت المرأة أو لغير المرأة، ويعلم ما في الأرحام. وما تدري نفس، مفتاح الأرزاق تكسب غد، وما تدري نفس بأي أرض تموت، مفتاح الأجل خمسة. فتح الله عليك، اقرأ. نعم اسمع. وقوله وعنده، لا فعنده مفاتيح الغيب، عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، لا يعلمها إلا هو، هذا عموم. ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا علم، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس، كل المخلوقات إما رطب أو طبع أو يابس إلا في كتاب مبين. نعم بعدها. وقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، تقدم معنا من أنثى تشمل كل أنثى سواء من الإنس أو من غير الإنس. نعم. ولا تضع إلا بعلمه. طيب لو جاء الإنسان اسمع وقال اليوم الطب الحديث، تأتي المرأة عندما تبدأ بالحمل تدخل تصوير كذا، ويقوله ذكر أو أنثى، وأسابيع وقت الولادة وغيره وغيره، ما رأيك؟ تقول هذا متشابه عند نصوص المحكمة. ما هي نصوص المحكمة؟ وما تحمل أنثى ولا تضع إلا بعلم. ما تحمل كل أنثى، الله سبحانه وتعالى يعلم هذا قبل أن يوجد الحمل أصلا. صحيح. وكذلك الوضع هذا لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى. نعم ولا إشكال. بعدها، وهذا من الأسباب التي جعلها الله سبحانه وتعالى لنا، بس هذا بعد أن يخلق. نعم بعدها. وقوله يعلم أن الله على كل، قبل هذا، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. الله الذي خلق يعني هو الخالق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، أراضين سبع، يتنزل الأمر بينهم. لماذا؟ هل لماذا شرح؟ لماذا؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. من سألني البارحة قال دلالات ثلاثة، أوقف. الشيخ بن عثيمين رحمه الله يقول دلالات الاسم ثلاثة، دلالة مطابقة وتضمن والتزام. أي اسم من الأسماء لا بد له من ثلاث دلالات، مطابقة وتضمن والتزام. هذا الأخ
قال عندي سيارة لكزس 2013. طيب هذا يفهم ان عندي قطار، طائرة، قلم؟ لا، لابد الاسم ينطبق على المسمى، هذا يسمى دلالة مطابقة. سيارة يعني سيارة ليست بطائرة، صح؟ الحمد لله. هذا الأول. الثاني تضمن سيارة، معنى هذا أنه لابد هذه السيارة تتضمن أمور. السيارة يكون فيها أبواب وزجاج وإطارات ومقاعد مثلا، صح؟ هذه دلالة تضمن، لابد أن السيارة تتضمن هذا، وإلا لم تصبح سيارة، تصبح حديد، كوم حديد، صح؟ نعم. هذا الثاني. الثالث التزام. هذا الأخ يركب السيارة اللكسس وهذا يمشي بها، يعجب بماذا؟ بالسيارة والتقنيات التي فيها وكذا. أقول والله الشركة المصنعة لهذه السيارة شركة جيدة ممتازة. هذا دلالة ماذا؟ التزام. كيف أعرف أنه هناك أعز؟ لأنه لابد المخلوق لابد له من خالق، أم خلقوا من غير شيء وهم الخالقون. طيب الله هو الخالق، صح؟ من أسماء الله الخالق، دلالة مطابقة. الاسم ينطبق على المسمى، خالق وهو خالق، والوصف ينطبق على الموصوف، صحيح؟ نعم، وهو خالق سبحانه وتعالى. هذا دلالة مطابقة، تضمن كل اسم لابد يتضمن صفة، وإذا أثبتنا الاسم ولم نثبت الصفة كان إلحاد في أسماء الله. فكل اسم لابد يتضمن صفة، هذا دلالة تضمن. طيب هناك أسماء أخرى لابد أن تدل على هذا الاسم دلالة التزام. كيف؟ هذا يعني قد يصعب عليكم الآن، لكن مع دراسة الأسماء الحسنى والكتب التي شرحت الأسماء الحسنى يتضح. أنا أعطيكم مثال. جاء رجل وأخذ قطعة من اللحم وضعها في إناء وترك هذه القطعة حتى خرج منها الدود، فقال أنه خلق هذا الدود. جاء إلى الآخر قال طيب أنت خلقت هذا الدود؟ قال نعم. قال كم عدده؟ قال لا أدري. قال كم عدد الذكور والإناث؟ قال لا أدري. قال متى يموت؟ قال لا أدري. قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ لا يمكن يكون خالق إلا بعلم وقدرة. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، لماذا؟ هذا من عندي شرح، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. الخالق لابد يكون قادر، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الخالق لابد يكون عالم بما خلق، أعلم من خلق واللطيف الخبير. هذه دلالة التزام. كيف تعرفها في الأسماء؟ تحتاج إلى الرجوع للكتب التي شرحت الأسماء الحسنى. اليوم نريدك تتعلم أن دلالة الاسم كم؟ ثلاثة: مطابقة وتضمن والتزام، في كل الأسماء، أسماء السيارات، أسماء البيوت، أسماء الناس، أسماء كذا. مفهوم؟ نعم. فهمت الآن؟ أعرف بعد إن شاء الله أنتي. نعم. الله الذي خلق سبع سماوات والأرض مثلهم، خلق وعلم وقدرة. القدرة هي صفة يتمكن بها الفاعل من الفعل دون عجز، والقوة هي صفة يتمكن بها الفاعل من الفعل دون ضعف. مفهوم؟ امشي. نعم، انتبه. وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة. إن الله هو الرزاق، ولم يقل الرازق، لكثرة ما يرزق وكثرة من يرزق. هو الرزاق لكثرة ما يرزق وكثرة من يرزق. الرزق كثرة من؟ الصدق من جاء؟ نعست؟
خليك واضح. لكثرة ما يرزق وكثرة من يرزق. الرزق ينقسم إلى قسمين. الرزق ينقسم إلى قسمين. من يعرفه؟ الرزق ينقسم إلى قسمين. اذكرهم. رزق عام ورزق خاص. الرزق الخاص الإيمان والتقوى والعمل الصالح، كل ما به من نعمة من تقوى وصلاح واستقامة وهداية فتلك مواهب الرب. هذا رزق خاص بالمؤمنين. الرزق العام ينقسم إلى قسمين، حلال وحرام. حلال الغيث، الولد، الزوجة، نعم. حرام مخدرات تنبت أحيانا، صح أم لا؟ نعم. وليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخاف بالغيب. رزق، رزق أم لا؟ رزق محرم. مفهوم؟ مرة أخرى تعيد. الرزق ينقسم إلى قسمين، رزق الخاص بالمؤمنين وخاء وعام، يشمل كل أحد، كل مخلوق، جن والإنس والحيوانات والدواب. حلال وحرام. خنزير رزق لكن محرم. مفهوم؟ نعم. اجلس. إن الله هو الرزاق لكثرة ما يرزق وكثرة من يرزق ذو القوة. القوة قلنا هي صفة يتمكن. يا أخوانا المعاني معلومة، نعرف معنى القوة، معنى القدرة، معنى الحياة، معنى القيومية، هذا كله معلومة. المعنى الكيفية علمه عند الله وسأل عنها متعة. مفهوم؟ نعرف معنى استواء، معنى النزول، معنى اليدين. القوة هي صفة يتمكن من الفعل، من الفعل دون ضعف، والقدرة دون عجز. لكن الكيفية سؤال عنها بدعة ولا ندري عنها، لأن لم نرى الله ولم يخبرنا الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، وليس له مثيل. أوقف. نعم. ذو القوة المتين. نعم. وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية واضحة والله أعلم. هذه الآية في الغالب أنه لا يخلو منها كتاب في الأسماء والصفات. سبحان الله، آية واحدة وكم تجد فيها من يعني فوائد وقواعد. استنبط الأئمة من هذه الآية رحمهم الله يعني أقل ما يكون ثلاث قواعد. قاعدة الأولى نفي المثل عن الله، صح؟ ليس كمثل شيء. طيب، وفيها أن طريقة القرآن تفصيل في الإثبات والإجمال في النفي مثلا. طيب، نعم. أي آية؟ أي آية الآن ذكر؟ ليس كمثله شيء، نفي المثل عن الله من غير تمثيل، أخذنا في تعريف التوحيد. ليس كمثله شيء وهو السميع. السميع إما إدراك الأصوات أو السميع أي المجيب. إن ربي لسميع أي مجيب الدعاء. وإدراك الأصوات عام وخاص وتهديد. هذه الأقسام كلها نثبتها لله سبحانه وتعالى وجلاله بها. سميع بمعنى مجيب، إن ربي لسميع أي مجيب الدعاء، وسميع سمع عام، سمع عام وهو السميع البصير. لقد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الله، سمع عام. وسمع خاص إنني معكما أسمع وأرى، هذا خاص. إثبات صفة السمع لله سبحانه وتعالى، وكذلك هنا
النصر والتأييد لموسى عليه الصلاة والسلام وهارون عليه الصلاة والسلام، مفهوم؟ وسمع تهديد، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، إثبات صفة السمع، وكذلك رده هنا تهديد. عيد من جديد. سمع نوعان، سمع مراد به سمع إدراك الأصوات، وسمع مراد به الإجابة. هذا كله يثبت لله، يثبت لله سبحانه وتعالى وجه الله أخبر. سمع عام وسمع خاص وسمع تهديد. البصير، والسميع البصير، البصير إما البصير العليم علم أو إدراك المرئيات، وإدراك المرئيات عام وخاص وتهديد، مفهوم؟ نعم. وهذا كله يثبت لله سبحانه، يثبت لله سبحانه على وجه اللائق به سبحانه وتعالى، فتح الله عليه. نعم. وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، هذه الآيات أوردها المؤلف رحمه الله تعالى لإثبات صفة المحبة والود. وليت المؤلف يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أورد آية الخلة واتخذ الله إبراهيم خليلا، لأن أنواع المحبة الثابتة لله ثلاثة، محبة وود وخلة، فالله سبحانه وتعالى يحب ويحب، لكن ليست المحبة كالمحبة ولا الود كالود ولا الخلة كالخلة، ليس كمثل شيء السميع البصير. ما الثمرة التي نجنيها من الإيمان بصفة المحبة؟ عذابه فيك عذبه وبعده فيك قربه، حسبي من الحب أني لما تحب أحبه. فماذا تصنع؟ تحب، تحب الله ولا تحب أحد مع الله، وتحب كل ما من أمر الله سبحانه وتعالى بمحبته، عمل وعامل وأزمن وأمكن. قل آية المحنة، هذه الآية ادعوا ناس محبة الله فأنزل الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم، قلنا هذه الآية هي الميزان فيما يأتي عن الناس، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله، إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى. إذا أردت أن تنال محبة الله فاتبع النبي عليه الصلاة والسلام، صح؟ نعم. هذا الأول. بعد هذا فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، لكن ليست المحبة كالمحبة ولا الود كالود ولا الخلة كالخلة. نعم. قبل وهو الغفور الرحيم. إن الله يحب الذين أوصاف يقاتلون لم يركنوا من الدنيا في سبيله إخلاص صفا متراصين متلاحمين. نعم. والظاهر عنوان الباطل في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، فهؤلاء يحبهم الله سبحانه وتعالى، فالجهاد في سبيل الله، لكن الجهاد ليس شهادة الزور. نعم. وقوله وهو الغفور الودود، وهو الغفور الودود، الود أعلى من المحبة، فالله سبحانه وتعالى واد ومودود، يتودد إلى عباده والعبادة يترددون إليه سبحانه وتعالى، لكن ليس الود كالود، صفة حقيقية لإخجلة عظمته، هو أعلى من المحبة الود. وليت المؤلف يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى جاء بآية الخلة واتخذ الله إبراهيم خليلا، الخلة أعلى درجات المحبة، قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا. قلب النبي صلى الله عليه وسلم مملوء بمحبة الله، ما يمكن يدخل أحد، خل أعلى درجات المحبة، مفهوم؟ وفيما نعلم الله أعلم، يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أن الخلة لم تثبت إلا لإبراهيم ولمحمد عليه الصلاة والسلام. ومن الخطأ أن يقول بعض الناس إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله، لا، أقول الخلة أعلى من المحبة، ثبتت لإبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام. نعم. قال لكن يذكر ابن القيم رحمه الله العشق وغير هذا لا يمكن يثبت لله، لأنه ليست بصفة كمال، صفات الكمال هنا في المحبة والود والخلة. نعم. ما
وقوله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم أراد آية في سورة النمل، وإنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن ذو الرحمة العامة، والرحيم ذو الرحمة الخاصة. الرحمن بجميع الخلق، والرحيم بالمؤمنين. الرحمن صفته، الرحيم فعله سبحانه وتعالى. نعم. قال وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. نعم، هذه الرحمة تنقسم إلى قسمين: رحمة عامة تشمل كل مخلوق، ورحمة خاصة بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. وعندنا رحمة، هذه صفة من صفات الله تليق بجلال عظمته، وهناك رحمة مخلوقة. نعم، ما أضاف الله لنفسه، تقدم معنا. يعني هذه الآيات، هذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. هناك رحمة مخلوقة، أي الله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي في الجنة: أنت رحمتي، عين قائمة بذات، فهذه مخلوقة. وهنا هذه الآيات ساقها المؤلف رحمه الله تعالى لبيان إثبات الأسماء والصفات، ومنها صفة الرحمة، فهي صفة حقيقية تليق بجلال عظمته. نعم، من باب إضافة الصفة للموصوف هنا، وفي الحديث من باب إضافة المخلوق إلى خالقه في الجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. نعم. وقوله وكان بالمؤمنين رحيما. وكان بالمؤمنين رحيما، هذه رحمة خاصة. ما الثمرة التي نجنيها من إثبات صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى؟ الراحمون يرحمهم الرحمة، ارحموا من في الأرض، وتتذكر برحمة الخلق أن الله سبحانه وتعالى يرحم من لا يرحم لا يرحم. مفهوم؟ وكان بالمؤمنين، تؤمن وتعلم أنك بهذا تنال رحمة الله سبحانه وتعالى. نعم، ورحمتي وسعت كل شيء. وقوله وكتب كتب ربكم على نفسه الرحمة، هذه ليست كتابة إلزام، نحن لا نلزم الله بشيء، كما مر معنا في حق العباد على الله، هذا حق يسميه شيخ الإسلام وغيره من الأئمة رحمه الله جميع، يسميه حق تفضل. الله سبحانه وتعالى هو كتب على نفسه الرحمة منة منه وفضل. نعم. وقوله وسعت رحمتي كل شيء. ورحمتي وسعت كل شيء. نعم. وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي الله عنهم، إثبات صفة الرضا. الرضا والغضب والفرح والحب، هذه الأعمال، أعمال القلوب، أعمال القلبية. أحسن ما قيل في تعريفها أن تأتي بالأفضل وترتاح. ما هو الرضا؟ تقول رضا. الغضب؟ غضب. ما أستطيع أن أفسر لك أكثر من هذا، وارتاح. هذا مريح لطالب العلم، صحيح؟ نعم. طيب، إثبات صفة الرضا لله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى نثبت له رضا حقيقي يليق بجلال عظمته إلى أمانة رضا المخلوقين، ونثبت الرضا ومقتضى الرضا، لا نفسر الرضا بالثواب، ما يمكن. لماذا؟ لأن هذا مخالف لظاهر النص وإجماع السلف، وليس عليه دليل. طيب، رضي الله عنهم، أي عن الصحابة رضي الله عنهم، وقدم رضا الله ورضوا عنه. ولذلك من طريقة أهل السنة والجماعة، بالأمس سألني الأخ، من طريقة أهل السنة والجماعة أنهم إذا ذكروا الله يقول سبحانه وتعالى ثناء على الله، وإذا ذكروا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام صلوا وسلموا عليهم، وإذا ذكروا الصحابة ترضوا عنهم. الترضي عن الصحابة في خبر وإنشاء، في خبر تخبر أن الله رضي عنهم وتدعو الله أن يرضى عنهم في وقت واحد. وإذا ذكرت العلماء الأموات تترحم عليهم، الأحياء تقول حفظهم الله. الآن هذا الأخ مثلا ما يستطيع، إذا ذكر مثلا هو يقرأ في كتاب وجاء قول مثلا للزمخشري مثلا، فما يستطيع أن يقول
قال الزمخشري ويسكت، هذا إشكال، يعني لو سكت قل هذا أعوذ بالله. سمعت الزمخشري كيف لو قال قال الزمخشري رحمه الله مشكلة، ممكن يرمي واحد قال شفت والله معتزل خبيث صح. ولو أراد أن يقول المعتزلي نبرأ إلى الله منه كذا ما يستطيع عندي الآن في المجلس، فهذا كله إشكال. فماذا يصنع؟ ذكر لنا العلماء حل، وهو يسمي العلماء رد لطيف. فهذا عندما قرأ يقول قال الزمخشري عفى الله عنه الحمد لله، دعا دعا وتبرى وسلم من بعض الناس في وقت واحد دون أن يشعر أحد، صحيح؟ ولم يعني يتعدى عليه وكذا. إذا طريقة أهل السنة ثناء على الله، الصلاة والسلام على الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، الترضي عن الصحابة رضي الله عليهم، الترحم على العلماء الأموات، كذلك والأحياء أحيانا، أو تقول حفظهم الله. وإذا اضطر الإنسان لنقل عن أحد من المخالفين لأهل السنة والجماعة يرد رد لطيف، تقول عفى الله عنه، مفهوم؟ يسميه العلماء رد لطيف. طيب طيب بعض مشايخي كان إذا يعني أحد ذكر وقال علي مباشرة هو يقول رضي الله عنه، ما يستطيع، اعتاد على هذا. يوم كان يقرأ علي طالب وجاءنا رجل رافضي وجلس يستمع، قدر الله سبحانه وتعالى أن هذا يذكر، قال وعن معاوية رضي الله عنه، وهذا معتاد أن يترضى مباشرة لابد في القراءة عندما يقرأ في الأحاديث في البلوغ هكذا لابد يترضى، قال عن معاوية رضي الله عنه قام هذا وذهب. معتقد أهل السنة والجماعة أخوانا، يعني هل هو صديق لك؟ ما يمكن تذكر الصحابة تترضى عنه، تذكر الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، تذكر الأئمة الإمام أبو حنيفة تقول رحمه الله إمام تشهد له بالفضل والعلم، مفهوم؟ نعم. حتى وإن كان هذا غير مكتوب في الكتاب، هذا من أدب القارئ، مفهوم؟ نعم. قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، إثبات صفة الرضا لله سبحانه وتعالى وجل به. قال السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى رضا حقيقي لجلاله وعظمته لا يماثل رضا المخلوقين، يثبتون الرضا ومقتضى رضا الثواب، يثبتون الرضا ومقتضى الرضا، ما لا يفسر الرضا بالثواب، مخالف لظاهر النص واجماع السلف وليس عليه دليل، مفهوم؟ نعم. رضي الله عنه ورضوا عنه، نعم. وقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا، ومن يقتل مؤمنا فجزاؤه جهنم، ومن يقتل مؤمنا حال كونه متعمدا، معنى الآية خرج بهذا القتل الخطأ، فجزاؤه قلنا عقوبة خمسة، جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعن وعد له عذابا عظيما. أراد المؤلف بهذه الآية إثبات صفة الغضب لله سبحانه وتعالى، فأهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى غضب حقيقي لا جلاله وعظمته لا ماثل غضب المخلوقين، ويثبتون الغضب ومقتضاه خلافا لأهل الباطل يفسرون الغضب بالعقاب أو غيره. ورد عليهم أهل السنة والجماعة بأمور، مخالف لظاهر النص واجماع السلف وليس عليه دليل، ولو كان الغضب بمعنى العقاب او الانتقام لكان معنى الايه فلما اسفونا اي فلما انتقمنا انتقمنا، ولما يمكن يكون هذا القول صحيح. قال اخذنا فيما تقدم اقوال اهل السنه والجماعه في احاديث الوعيد نمرها كما جاءت، او ان هذا مكث طويل لأنه لم يذكر الخلود الأبدي، ذكر الخلود الأبدي في أصحاب النار نسأل الله السلامة العافية في القرآن في
مواضع ثلاثة، من يذكرها لي؟ ذكر الخلود الأبدي في أصحاب النار في ثلاثة مواضع. أوقف. الأول إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، هذه سورة النساء. الثاني إن الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا في سورة الأحزاب. الثالث سورة الجن. أين؟ ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. أجلس. هذه ثلاث مواضع. نعم نعم يا أخي. وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. نعم، السخط والغضب والانتقام والمقت. ساق المؤلف هذه الآيات لإثبات هذه الصفات لله سبحانه وتعالى وجل به. نعم. وقوله فلما أسفونا انتقمنا منهم. وقلنا هذه الآية من أقوى الأدلة في الرد على هؤلاء إذا فسروا الغضب بالانتقام أو إرادة الانتقام. نعم. وقوله ولكن ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم عن الخروج الجهاد في سبيل الله، وقيل اقعدوا مع القاعدين. إما أن بعضهم قال لبعض اقعدوا مع القاعدين، أو قال الله سبحانه وتعالى قدر الله سبحانه وتعالى هذا. مفهوم؟ نعم. ويصح الجمع بين القولين، أن الله سبحانه وتعالى قال لهم اقعدوا مع القاعدين، وقال بعضهم لبعض اقعدوا مع القاعدين. نعم. وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. نعم. وأن المقت هذا فيه أن المقت يتفاوت. نعم. وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله. خلاص، هنا المؤلف أراد أن يثبت صفة الإتيان والمجيء لله سبحانه وتعالى. كم بقي؟ كم؟ الساعة. الله أعلم نكتفي بهذا. نراجع ثم ماذا أخذنا من الأسماء والصفات؟ من يعرف؟ نعم يا أخي. الله الأحد الصمد. الأحد والصمد. الأحد واحد في ربوبيته، في ألوهيته، في أسمائه وصفاته. الصمد الذي تصمد إليه الخلق في حوائجها، والذي مستغني عن كل شيء وكل شيء مفتقر إليه، والذي لا جوف له. فتح الله عليك. أجلس. ألف شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، يعني الله أعلم يمكن 50 ورقة في تفسير اسم الله الصمد. نعم. السميع أي المجيب، والسميع أي إدراك الأصوات. هذا كله نثبت لها سمع وخاص وتهديد، والبصير معنى العليم وإدراك المرئيات عام وخاص وتهديد. فتح الله عليك. غير. نعم ما شاء الله. الحي ذو الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا الحق فناء كمال ذاته. القيوم الذي قام بنفسه وقام غيره به، فهو مستغني عن كل شيء وكل شيء مفتقر إليه. والقيوم الكمال السلطاني، وإذا انضم الحي مع القيوم كان حسن على حسن. فالحسن في أسماء الله باعتبار كل اسم على حدة، وباعتبار الاسم إذا أضيف لغيره كان حسن على حسن. والعلي علو في الذات وعلو في الصفات. العلو في الذات أدلة العلو إجمال في الذات خمسة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفقه. والعظيم ذو العظم التي ليس فوق عظم. نعم. فتح الله. الرزاق لكثرة ما يرزق وكثرة من يرزق. والرزق لا يطلب إلا من الله، كما الجنة لا تطلب إلا من الله. والرزق قسم إلى قسم، رزق عام وخاص. الخاص بالمؤمنين، والخاص حلال محرم. فتح الله عليك. نعم. الأول والآخر والظاهر والباطن. أحسن ما فسر هذا الأسماء النبي عليه الصلاة والسلام. إحاطة زمانية وإحاطة مكانية. أنت الأول فليس قبلك شيء. لو قال لك أي أحد ما معنى الأول، تقول قال عليه الصلاة والسلام أنت الأول فليس قبلك شيء، والآخر فليس بعدك شيء، والظاهر فليس فوقك شيء، والباطن فليس دونك شيء.
الرحمن ذو الرحمة الواسعة، الرحيم ذو الرحمة الواسعة، الرحمن ذو الرحمة العامة، والرحيم ذو الرحمة الخاصة، الرحمن صفته، الرحيم فعله سبحانه وتعالى. فتح الله عليه. الغضب، الغضب والانتقام والسخط والمقت، هذه الصفات ثابتة لله سبحانه وتعالى تليق بجلاله وعظمته. نعرف معنى الغضب ومعنى السخط ومعنى الانتقام وكره الله انبعاثه، لكن الكيفية علمها عند الله، نثبتها لله سبحانه وتعالى وجل به، ونثبت هذه الصفات ومقتضى خلافا لأهل الباطل، كما نثبت الرضا ومقتضى الثواب. نعم، الرضا إما أن يكون رضا عن العمل أو رضا عن العامل. رضا عن العمل رضي الله عنهم رضوا عنه، والرضا عن العمل إن الله يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. ما الثمرة من الإيمان بصفة الرضا لله سبحانه وتعالى؟ أن ترضى عمن رضي الله عنهم وتترضى عنهم كالصحابة رضوان الله عليهم، وأن تبحث عن الأعمال التي توجب رضا الله سبحانه وتعالى، وكذلك في الرحمة وكذلك في الغضب تبتعد عن هذه الأمور كقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. الحب والود والخلة، المحبة والود والخلة، نثبت لله سبحانه وتعالى صفة المحبة وهي صفة حقيقية تليق بجلالة عظمته لا تماثل صفة المخلوقين، نثبتها لله على وجه لائق به، فالله سبحانه وتعالى يحب ويحب، لكن ليست المحبة كالمحبة ولا الود كالود ولا الخلة كالخلة. وقلنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى قال ليت المؤلف جاء بآية الخلة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.